هذا البالوع أول البيره من الناحية الشمالية، هيا كانت فاضية محلات بسام الحواري وأدوية القدس. أها سامي اللطفي من 21 سنة. منطقة البالوع، وهذا لطفي ابن بسام اللطفي أبو أيوة أبو لطفي. هذا مهند، صالح من المزرعة الشرقية. جميع لوازم السيارات وجميع أنواع الفلاتر. وهذا المحل تبعك؟ مرحبا. وعليكم السلام. ها؟ هذا أبو الهمون. أنا طرمسعاوي فلاح شادم. طرمسعاوي. والله العظيم تصوراتك هيك وحكيك بذكرني في أبو الطيارات. محمد عبد الله. والله ابدا نفس الفكره ونفس الدكه. مش عارف اين صاحبي كيف تصور فيها؟ مشان ان شاء الله هناك اوريها. سلمنا عليه. الله يسلمك. شو اقول له؟ كنا جمعة ابن ابو الهموم يسلم عليك. يا سلام جمعة ابن ابو الهموم سلم عليك. هذا قبل الطيارات. قبل الطيارات ما شاء الله. جمعة ابن أبو الهموم. هذا كله هيك أهل المزرعة، أهل الطرمسعية. بكيت أصور في الفيفث أفنيو. رحت أنت على أمريكا ولا لا؟ لا رحت. بكيت في الفيفث أفنيو عاملين فير وأنا بصور هيك وبكرر فيها الصور في هالعالم، وإلا ظهر أبو سليم. الله يرحمه أبو سليم نسيبنا. الآن سيدات مسافرين في شوارع البيرة. هاي شوارع البيرة من 21 سنة. القرب من المنطقة الصناعية مشان يعرف الواحد منين جاي ومنين جاي. وهكذا كانت البيرة ورام الله من 21 سنة. شو اسمه هذا الشارع؟ لا 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 العرس. قلت له اوكي بقى خليك وين وصلها لي
هذا جميعهم اهل الطيارات تبعين. هذا صار بالطيارات. يقول له والله انك اساس الطيارات. الاول. ولا هل فاتوا؟ يا ابو الطيارات؟ مرحبا. والله انك ابو الطيارات الاول وابو الطيارات الثاني اللي هو محمد اللي في نيويورك. محمد عبد الله. بقول ما يصير هذا الزلمه. ابو منير. صباح الخير. اها. يا هلا يا هلا. ما صدقتش ها؟ ما صدقتش ان انا في امريكا، ان في امريكا. فراج؟ خلينا نشوف. وين فرج؟ كيف حال شباب؟ السلام عليكم. مرحبا شباب. حزن حتى محمد فرج. تعرف فرج يا سلام. انا عارف انا شايف ولا مش شايفه. سلامات. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ شلون مبسوط؟ جاي هناك يعني؟ والله. وين؟ من عارفين في عبدالله بالجاك ولا كان بروكلين على فورت افنيو على فيفث افنيو والله 7 سنين هناك كنت هناك على فيفث افنيو بين ال 6 وال 7 كان عندي محل ابو طارق الاولاني منسي سبحان الله ما كانوا يعرفوا الفيديو. وريني شو صورنا هلا؟